في هذا الشهر من كل عام خصصت الكنيسة الاحتفال بقلب يسوع الأقدس، حيث ابتدأت بثلاثية عيد قلب يسوع بالصلوات لمدة 3 أيام متتالية في كنيسة السليزيان في بيت لحم، حيث انتهت بقداس احتفالي في الكنيسة الذي ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا، المدبر الرسولي ولفيف من الكهنة والراهبات والشمامسة. حضر القداس عدد كبير من المؤمنين ورئيس بلدية بيت لحم السيد أنطون سلمان ووجهاء المدينة وفرق كشفية عديدة. وبعد الانتهاء من القداس انطلقت المسيرة التقليدية السنوية يتقدمها الصليب المقدس والأعلام والفرق الكشفية وأطفال حاملين الورود وطلاب المعهد الإكليريكي وعدد كبير من المؤمنين، يتوسطهم رئيس الأساقفة حاملاً القربان المقدس تحت المظلة. صوت أجراس الكنائس معهم يسيرون ويحتفلون يرتلون ترانيم تناغمت مع أنغام مجموعة السليزيان السادسة التي عزفت على الآلات النحاسية. جابت هذه المسيرة شوارع وأزقة بيت لحم القديمة مروراً بكنيسة السريان، وعند الوصول لساحة المهد في وسط مدينة بيت لحم أقيمت صلاة الزياح والسجود للقربان المقدس على هيكل أعد خصيصاً لهذه المناسبة. الدورة هذه بشارك فيها كل أهالي مدينة بيت لحم من مختلف الطوائف، طبعاً العدد المتوقع مشاركته في هذه الدورة حوالي 500 إلى 600 شخص، 150 منهم من أفراد المجموعات الكشفية اللي عادة كمان هم مشكورين بيشاركوا بهذه الدورة بشكل سنوي. إحنا كل سنة في مثل هذا اليوم منشارك في الدورة والقداس، بحب أعيد الجميع وأقول له كل عام أنتم بخير وإن شاء الله يا ربي دائما في أيامنا فرح وسلام. إحنا هذا اللبس تقليدي من الأجداد، منحب نكرم قلب يسوع نرش عليه ورد، فهذه الأشياء بنعملها كل سنة وبتجديد وبمقابلات بنات أجداد بنعلمهم إنه يساعدونا في الاحتفالات ويشعروا في وجودهم. بدي أرمي ورد ونمشي، بدنا نرمي ورد على الشارع أو نمشي من صلاة صلاة السليزيان لباب الدير، ومنا نرمي ورد على يسوع. هذه الدورة معروفة تاريخيا لبيت لحم، كمان إلى أهمية بالنسبة لنا كمسيحيين في الأرض المقدسة وأهمية بتثبيت وجودنا كمسيحي العربي الفلسطيني في هذه الأرض المقدسة. We celebrate today the sacred heart of Jesus in Bethlehem. Still we have a wonderful procession of thousands of people in all the streets of Bethlehem. First of all to say who we are, to whom you belong. We belong to the love of Jesus. And then also to say that we Christians are part of this city like all the others, and we are happy to celebrate openly our feast, our identity, our history here in Bethlehem. احنا بالبداية بنرفع صلواتنا بشكل عام للمحتاجين والفقراء بالعالم وبالأخص في منطقتنا، وتحديدا كمان ذكرنا الأسرة اللي بيعانوا بالسجون. نرفع صلواتنا لكل شخص بحاجة أنه فعلا يلاقي السلام والأمان بقلب يسوع، كل شخص بحاول بشهر الحزران يكرس نفسه لقلب يسوع أنه يلاقي الأمان بهذا الشهر. صحيح إحنا منشارك عادة مجموعاتنا الكشفية ومؤسساتنا في المحافظة كل مناسباتهم وكل احتفالاتهم الدينية والوطنية على مدار السنة، واليوم الاحتفال بعيد قلب يسوع الأقدس احتفال ديني كبير وإحنا منتشرف أن نكون موجودين فيه. صلينا من أجل البلد العراق، من أجل فلسطين، من أجل لبنان، من أجل سوريا، مصر، كل هالبلدان اللي عم تعاني من الاضطهاد ومن الضيق ومن العنف ومن القتل. أكيد يعني قلوبنا هي متألمة كثير، بس من نشوف هالحدث الكبير واحد يفرح وينبسط وبنحكي إن شاء الله خير وسلام المسيح ومحبة المسيح تعم على كل العالم. أنا كثير صليت من أجل أن يسود حب قلب يسوع
إلى كل إنسان، إلى كل إنسان فقد السلام. نحن كلنا بحاجة إلى هذا السلام الداخلي. وعادت المسيرة أدراجها إلى كنيسة السليزيان، مروراً بكنيسة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك، وطريق رأس فطيس الشارع الأقدم في المدينة الذي زين بالصور والورود. وعند الوصول إلى الكنيسة أعطيت البركة الختامية. للنورسات مارلين حدوة، بيت لحمه.